احنا الان متواجدين بملاعب القرب ولاد مطاع سيكتور واحد. اود ان اشكر السيد الوالي عامل عماله صخيره تماره الذي اعطى تعليماته لانجاز ملاعب القرب بولاد مطاع وصهر على انجازها بجوده عاليه. نظمنا يوم امس افتتاح ملاعب القرب لفائده فتيان وفتيات مدينه تماره احتفالا بتسليم هذه الملاعب لجمعيه كودي برمجاتي من طرف السلطه المحليه وشركه التهيئه والتنميه صخيره تماره، وذلك الشرف عليها وتسييرها والسهر على احياء بعض الانشطه الرياضيه فيها. جمعيه كودي برمجاتي جمعيه تشتغل منذ مده في تاطير يعني تكوين الشباب، ورسالتنا تتكون محورين اساسيين. المحور الرئيسي الاول هو الارتقاء بالتعليم الرقمي للطلاب والشباب من خلال توظيف الذكاء يعني التعليمي ديالهم، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثه في تكوينهم. وفي هذا الاطار عقدنا شراكه مع عماله صخيره تماره في منصه الشباب لاجل تكوين 200 شاب في ميدان البرمجه. والمحور الثاني الرئيسي الثاني هو تفعيل مهارات الطلاب والشباب في كل ما هو حاصل وجداني، يعني كالقياده والعمل كفريق. وفي هذا الاطار فعلنا هذا يعني الشراكه مع السلطه المحليه من اجل تسليم هذه الملاعب لممارسه الرياضات، لان الرياضات الجماعيه هي خير وسيله لتفعيل هذه المهارات لدى الاطفال والشباب. نحن بصدد عقد شراكات مع جمعيات الاحياء اللي كيستغلوا هاد الملاعب القرب باثمان رمزيه تفضيليه، ويعني والجمعيه كودي برمجتي ستسهر على كل ما هو حراسه ويعني صيانه لهاد الملاعب. اود في الاخير يعني ان اشكر السيد الباشا الذي تراس يوم امس حفل افتتاح هاد الملاعب بحضور سيدة قائد الملحقة الإدارية التاسعة ووجوه نسائية بارزة من السلطة المحلية وفعاليات المجتمع المدني. وهنيئا الجمعيات الحي والسكان بهذه الملاعب القرب، وكندعوهم أنهم يحافظوا عليها لأنها ملك الجميع وغتبقى لهم باش يحافظوا عليها في صورة جيدة. اليوم صراحة نحن جد سعداء لتلبية الدعوة اللي جاتنا من عند جمعية كودي برمجاتي اللي كيشرف على رئاستها السي المعروفي محسن، الرجل الصراحه العظيم، الرجل النبيل المحترم اللي ديما حاط الاولويات ديال الاطفال قبل كل شيء. وحنا جينا لي يعني الافتتاح وتدشين هذا الملعب الرائع بولاد مطاع في تماره اللي صراحه بالمعايير رائعه جدا. ومن هذا المنبر الصراحه بغيت نوجه واحد الشكر جزيل السيد الباشا والسيد السيدة القائدة أوسي، والشكر العظيم أوسي السيد الوالي المحترم، واخا ما عمرنا ما شناه ولكن راه خدمته بين ما شاء الله في تماره، يعني منذ توليه المسؤولية خدمته بين ما شاء الله، وكذلك حط الأولوية ديال الوليدات والأطفال والساكنة قبل كل شيء. تنشكره جزيلا وتنشكره كاع الناس اللي واقفين ودايرين مجهودات يعني في سبيل الاطفال. وصراحه هذا واحد النداء لجميع الاطفال خصوصا الساكنه دولاد مطاع اللي هما غيستافدوا يعني ك بروميير طون هما اللي غيستافدوا من هذا الملعب، الساكنه والاطفال ديال ولاد مطاع، وبيان سور حتى الجمعيات الرياضيه مختلف انواعها اللي كاينين في تماره، جميع الجمعيات في تماره بدون استثناء. وهادو كانوا يعني واحد ما نقولوش اوامر مي دي كونسين ديال السيد الباشا بانه كل شيء يستافد، الاطفال يستافدوا كاملين سواء وليدات ولاد مطاع ولا وليدات تماره اون جينيرال، هذا الفضاء ليهم. وكنصح زعما جميع الاطفال انهم يستافدوا من هاد المرافق اللي ولاو في تماره اللي ما كانوش شحال هادي صراحه، ويستافدوا منهم ويعطوا الاولويه لتوسكي سبورتيف حسن، توسكي يعني ايدوكاتيف حسن. وانتم راك عارفين هاد الوقت شي شويه الوليدات عطاوهم بزاف ديال الترفيه في توسكي مضيعات الوقت صراحه. دونك هذا نداء للاطفال انهم يتكونسونطراو اكثر على توسكي ايدوكاتيف، توسكي سبورتيف من الاحسن. Thank you.